النشرة الإخبارية من القدس دوت كوم رام الله فلسطين، أهلا بكم. يلتقي وفدا حركتي فتح وحماس في القاهرة بعد غد الثلاثاء عشية زيارة رسمية يقوم بها الرئيس محمود عباس للعاصمة المصرية لبحث سبل تحريك ملف المصالحة. للحديث حول ما قد يسفر عن اللقاء معنا من العاصمة المصرية مراسلنا هناك صلاح جمعة. صلاح، ما هي أهمية لقاء الثلاثاء بين فتح وحماس؟ نعم، يعني كان يعني من المفترض أن تكون هناك جلسة مشاورات بين حركتي حماس وفتح منذ الشهر الماضي، ولكن تم التأجيل لظروف حركتي حماس وفتح بسبب الارتباطات التي كانت يرتبط بها الرئيس محمود عباس في القمم الإفريقية والإسلامية، وكذلك حركة حماس في أوضاع الداخلية، ولكن تم الاتفاق على عقد اجتماع منتصف هذا الأسبوع من أجل مناقشة موضوع الحكومة الفلسطينية التي تم الاتفاق عليها في اتفاق القاهرة في وإعلان الدوحة مؤخرا برئاسة الرئيس محمود عباس. الرئيس أرسل منذ أسبوع السيد اللواء جبريل برجود عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والتقى باللواء رأفت شحاتة ووزير ورئيس جهاز المخابرات المصرية، وأبلغه رسالة من الرئيس محمود عباس بأنه يريد أن يأتي إلى مصر، والتقي بالرئيس محمد مرسي من أجل وضع النقاط على الحروف بشأن موضوع الحكومة والتأثير والضغط على حركة حماس للقبول بتشكيل حكومة من التكنوقراط وتنفيذ طبقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين. وهناك اجتماعات تحضيريه ستتم برئاسه الدكتور موسى ابو مرزوق والسيد عبد السلام احمد في القاهره خلال اليومين القادمين من اجل بنورك هذا الموقف. واعتقد بان يعني حركه حماس من خلال التصريحات التي ذكرت يعني هناك عدم رغبه خاصه من حكومه حركه حماس بتشكيل حكومه وحده وطنيه في الوقت الراهن، ولكن انا بعتقد بان الرئيس محمد مرسي في لقائه مع الرئيس محمود عباس خلال نهايه هذا الاسبوع اعتقد بانه سيحرك هذا الموضوع، ويمكن لمصر ان تضغط على الطرفين من اجل تشكيل هذه الحكومه. هل وصول الرئيس عباس للقاهره يعني التقدم في محادثات تشكيل الحكومه؟ نعم، الرئيس يعني جاء سياتي الى القاهره ويلتقي بالرئيس محمد مرسي، وكانت هناك يعني تفاهم بين الطرفين وهناك لقاءات بين الطرفين من اجل اتمام هذا الملف، واعتقد بان هذه المره قد يكون للدكتور محمد مرسي تاثيرا على حركه حماس، هو الطرف الذي يعني يحاول ان يرجئ او يتملص من تشكيل الحكومه الوحده الوطنيه في الوقت الراهن هي حركه حماس، وبالتالي اعتقد بانه ممكن ان يعني يضغط على الحركة من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية كما تم الاتفاق عليه. وهنا بالتأكيد سيكون دور أيضا للأجهزة الأخرى سواء رئيس الجمهورية أو المخابرات المصرية من أجل الضغط على حركة حماس للقبول بتنفيذ هذا الاتفاق. هل هناك ضغوطات مصرية على الجانبين لإنهاء ملف الانقسام؟ نعم، يعني مصر تريد ان تنجح يعني في جهود، والجامعه العربيه طبعا مخوله مصر بهذا الملف، وحركه فتح اكدت من خلال السيد جبريل الرجوب ومن خلال القيادات الفتحويه بان ملف المصالحه الفلسطينيه سيظل في مصر ولن تكون لاي دوله اقليميه دورا اخر في هذا الملف طبقا لقرارات الجامعه العربيه، واعتقد بان يعني مصر قادره على ان تضغط على الطرفين من اجل تنفيذ هذا الموضوع، وكانت دوله قطر قد دعت الى عقد القمه العربيه، ولكن رؤيه من الطرفين بانه لا داعي للقمه العربيه خاصه وان الامور تسير على الارض. و يبقى الآن يعني لجنة الانتخابات المركزية سجلت الناخبين، ويبقى الآن الاتفاق على الحكومة،
واعتقد بانه اذا تم التوافق في اجتماع القاهره على هذا المبدا سيكون على هذا المبدا خاصه مع حركه حماس يمكن ان يتم تشكيل حكومه، ولكن العقبه الاساسيه هي في حكومه غزه. حكومه اسماعيل هنيه قد يعني ترفض في هذا الوقت يعني تقديم استقالتها، وهذه هي المشكله الاساسيه امام اجتماعات القاهره. مراسلنا من القاهره صلاح جمعه، شكرا لك. قمع جنود الاحتلال صباح اليوم مسيرة سلمية نددت بالسماح للمستوطنين بإعادة ترميم معسكر عش غراب ببيت ساحور الذي أخلاه جيش الاحتلال قبل 6 سنوات والسماح لهم بإقامة بؤرة استيطانية فيه. وللحديث حول الموضوع معنا من منطقة عش غراب عضو لجنة مقاومة الجدار والاستيطان حسن بريزية. أستاذ حسن، هل لك أن تحدثنا عن المسيرة السلمية وأهدافها؟ نعم، بدءاً بذي بدء جميعاً نعلم أنه نحن موجودين الآن في منطقة عش غراب، والمنطقة الموجودة خلفي هي منطقة معسكر عش غراب الشهير واللي موجود منذ عقد من الزمن على أراضي قرية بيت ساحور. معسكر عش غراب تم إخلاؤه في قبل 3 سنوات، وفوجئنا قبل فترة بأنهم سمحوا للمستوطنين على عاتقهم الخاص بأن يرمموا البيوت، وإذا بدهم يستخدموها يستخدموها لأغراض دينية تلمودية فقط. هذه إشارة للمجتمع المحلي في بيت ساحور وأيضا في بيت لحم بأنه ما تعجز عنه الحكومة الإسرائيلية بالقانون تخول المستوطنين به. نحن كمجتمع محلي في بيت لحم وفي بيت ساحور وأيضا مقاومة شعبية نقول أنه لن نسمح للمستوطنين بأي نشاط أو بناء أي منشأة على أراضي 67 التي هي أراضي فلسطينية وفق القانون الدولي، وفق القانون الدولي اللي صوتت عليه جميع دول العالم واللي صادر عن هيئة الأمم المتحدة. وأيضا نحن نثني على دور بلدية بيت ساحور ببناء هذه المنشآت اللي شايفينها، لأنه نحن نعتبر أنه هذه إطفاء وإرساء الهوية الفلسطينية الوطنية والحضارية، نثني عليها وسنستمر في البناء وأيضا سنستمر في التصدي للمستوطنين الذين هم بحماية الحكومة الإسرائيلية من خلال القانون الإسرائيلي وأيضا بحماية الجيش الإسرائيلي. ما هي المساحة المهددة بالمصادرة وما الذي ينتظر هذه المنطقة من إجراءات ومتى ستبدأ؟ معسكر عش غراب طبعا هو موجود على يعني عشرات الدلومات، ناهيك عن الأراضي التي ستتأثر فيما لو تم العمل في هذه المنطقة. نحن نتحدث عن عشرات الدلومات بل آلاف الدلومات في شرق مدينة بيت لحم أو محافظة بيت لحم. لذلك من منظور استراتيجي نحن نناشد القيادة الفلسطينية ونحن نناشد المجتمع المحلي وشرفاء الشعب الفلسطيني بأن هذا الثغر يجب التصدي للمستوطنين فيه، ولن نسمح كمان مرة من منظور استراتيجي بالسماح للمستوطنين بإرساء قواعدهم في هذه المنطقة سواء كانت دينية أو كانت اقتصادية أو ما شاءوا أن يقولوا فليقولوا. نحن على أراضينا الملكية الخاصة، هذه تعود للشعب الفلسطيني وللفلسطينيين، ونحن متمسكين بحقنا وفق القانون الدولي. في المنطقة هناك منتزه عش غراب للعائلات، هل ستشمله عملية المصادرة؟ نعم، أنا أتحدث إليكم من منطقة المنتزه، منتزه عش غراب. إذا تم السماح للمستوطنين بأنهم يتثبتوا في هذه المنطقة، كل ما هو موجود في هذه المنطقة مهدد بالزوال. حسن بريجي عضو لجنة مقاومة الجدار والاستيطان، شكرا لك. شكرا لك. قتل أكثر من 40 شخصا جراء تفجير سيارتين ملغومتين في بلدة الريحانية التركية الحدودية، واتهم مسؤولون بارزون في الحكومة التركية النظام السوري بالوقوف وراء التفجير. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف فوز حزب الرابطة الإسلامية الذي يتزعمه في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس السبت، بينما أقر منافسه الأبرز زعيم حزب حركة إنصاف عمران خان بهزيمته. وأخيرا، كرمت وزارة الإعلام في حفل نظمته اليوم في مدينة البيرة الصحفيين الفائزين بجوائز الدورة الثانية لجائزة فلسطين لتصوير الفوتوغرافي الفلسطيني،
كما كرمت عددا من المصورين المتميزين دوليا. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلتنا كنانة عيسى. كنانة، هل لك بأن تطلعينا على مزيد من التفاصيل حول هذا الحفل؟ نعم لما نستطيع القول الآن أنها انتهت مراسم هذا الحفل وتم الإعلان عن أسماء المصورين الذين فازوا بصورهم عن عدة محاور. هي جائزة فلسطين للمصور الفوتوغرافي والتي تنظمها وزارة الإعلام للعام الثاني، ويجري الإعداد لعمل هذه المسابقة مسابقة دولية. لتفاصيل هذه المسابقة معنا أحد أعضاء اللجنة وهو المصور الصحفي جمال العروري. المصور الصحفي جمال، أهلا بك. أهلا فيك. حدثنا أكثر عن هذه المسابقة وتفاصيلها ومن أين جاءت الفكرة؟ يعني هذه المسابقة جاءت الفكرة نتيجة يعني مجموعة من التشاورات بين وزارة الإعلام ولجنة مستقلة، وكانت الفكرة يعني من خلال أنه المصور الصحفي الفلسطيني كان له نجاحات كبيرة في كافة ساحات العالمية، وكان له نجاحات وحصل على جوائز كبيرة في كافة يعني المسابقات الدولية والعالمية، وبالتالي كان من الأجدر أن يكون هناك مؤسسة تعنى بهذا المصور الصحفي أو المصور بشكل عام. فمن هنا ارتأينا يعني كلجنة أن نقوم بهذه المسابقة، وخاصة بأنه هذه اللجنة هي لجنة مستقلة وليس لها ارتباطات بأي مؤسسات أخرى أو تتلقى دعم من أي مؤسسة حتى تكون قرارها مستقل، وحتى يكون هناك الفائزين في هذه الجائزة هم كذلك يعني بطريق حرة ومساحتهم حرة. نعم، من خلال متابعتنا لهذا الحفل رأينا أن هناك كان مشاركات عربية ودولية، تحكينا ما هو السبب بهذه يعني إدماج هذه المشاركات بين المصورين الفلسطينيين وكم كان عددها؟ أولا الجائزة في السنة الأولى أطلقت هذه الجائزة وكانت هي محلية وعربية، وكان في هناك مشاركات عربية، ولكن السنة الثانية ارتأت اللجنة أن تكون هذه جائزة دولية، ونحن الآن نعمل على أن تكون هذه الجائزة هي من الجوائز العالمية من المسابقات العالمية. وإحنا فعلا هذه السنة كانت مشاركات أكثر من 22 مشاركة عربية، وفي حوالي 16 مشاركة دول أو 14 مشاركة دولية، والباقي هي محلية فلسطينية سواء من الضفة الغربية أو قطاع غزة أو من الداخل. وبالتالي هذه المسابقة هي عمليا الآن هي بمطاف المسابقات الدولية، وهي مفتوحة أمام كل مصور في العالم بأن يقوم بالمشاركة في هذه الجائزة، وبالتالي هي فعلا تندرج تحت هذا الإطار. نعم، مصور جمال عروري، شكرا جزيلا لك. نعم لما، ومعنا أيضا أحد الفائزين في هذه المسابقة هو المصور الفوتوغرافي عطا جبر. عطا، أهلا بك. مرحبا. تحدثنا عن صورتك الفائزة وعن أي محور كانت ولماذا شاركت بهذه الصورة بالذات؟ كانت صورتي عن محور القدس. كانت الصورة هي عبارة عن طريق وفي نهايتها تظهر قبة الصخرة. الصورة كانت بالنسبة لي من أول ما أخذتها كانت في بداية أنه أنا ما بلشت أصور، أخذتها وكثير كانت مميزة عندي لحد اليوم أني بتميز في هاي الصورة. شاركت فيها في عدة مسابقات وربحت برضو، شاركت فيها بهاي المسابقة والحمد لله هيني جبت المرتبة الأولى في عن محور القدس. وإحنا كمان كان أنا كشاب مقدسي بفتخر أني أنقل صورة القدس وأفتخر أنه بنقل كل حدث عن القدس. وسط الأعداد الهائلة من المصورين، خلينا نحكي صغار السن، كم هو من المهم تكريم المصورين الصحفيين خاصة في بداية حياتهم طبعا إذا كانت الأعمال مميزة؟ طبعا الإشي بيعطي دافع كبير جدا، لأنه يعني الصحفيين نحكي عمرهم صغير يتكرموا لحتى ممكن يبدعوا أكتر وأكتر في أوقات لاحقة، تسجيحهم على العمل الصحفي، تسجيحهم على نقل الصورة الصحيحة والحقيقة. نعم عطا جبر، شكرا جزيلا لك. نعم لما، أعود إليك. شكرا لك كنانة، ومبارك لكل الفائزين. إلى هنا نهاية الموجز، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.